اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده من مطبخنا مطبخ الستات. النهارده قررنا نعمل لكم ممبار، وسامعين صوت الزيت فيه طقطقه كده. عاملين ممبار بخلطه حلوه، وكمان عاملين طاجن للاكيله، عاملين طاجن لحمه راس بالصلصه والطماطم. موضوع كبير قوي قوي في النهارده في سفرتنا الحلوه، كمان تباعا لسلسله حاجات مخبوزات العيد الجميله بتاعتنا. عاملين النهارده كحك العيد، بما ان النهارده الجمعه فقررنا النهارده نعمل كحك العيد بمقادير مظبوطه 100%، والتفاصيل بتاعتها هتعجبكم جدا جدا. تعالوا نبدا باول وصفه بتاعتنا النهارده، هي طاجن لحمه الراس. كل اللي بحتاجه نص كيلو من لحمه الراس يكون مغسول كويس كده ومسلوق، وبحتاج بصل مفروم يكون يكون متقطع شرايح، مع ثوم مفروم، وممكن عصير طماطم او صلصه طماطم مع ملح وفلفل، وما تنسوش رشه الكمون مع الشطه، قرنين فلفل حامي مع شويه فلفل رومي كده، ومعلقتين سمنه او زبده. مهم جدا ان الطاسه تكون سخنه. حلو، وادي اول حاجه معلقتين زبدة أو سمنة كده، وشوية البصل المفرومين مع الفلفل الحامي على الفلفل الأخضر، وفص ثوم مفروم. يا سلام، الكلام ده بقى لما ترش عليه رشة كمون صغيرة صغيرة، ما تحطوش كتير عشان ما تتحرقش، ورشة ملح ورشة فلفل وشوية كزبرة ناشفة، وتبدأوا تدوا تقليبة حلوة كده. وانا مش عايز البصل لا يدبل ولا ياخد لون، مجرد ان هو ينور وتلاقوه بيلمع كده في التوقيت الحلو ده، تكونوا حاطين شويه لحمه الراس الحلوه بتاعتنا على وش البصل. وبرده نفس الموضوع، ما تنسوش رشه الكمون ورشه الفلفل ورشه الكزبره الناشفه مع رشه الملح. عملنا الحركه الحلوه دي، شوية شرايح من الطماطم، كل ده ني في ني كده، مش عايزين نسبك خالص. لمسة خضرة، بقدونس على شبت على كزبرة، بتفرق جدا جدا في الطاجن الحلو ده. قرن فلفل حامي جميل، وشوية من عصير الطماطم، ونسيب الخليط ده ياخد غلوة خفيفة قبل ما ناخده ونحطه جوه البايركس. شايفين الخلطة الحلوة، شوحنا البصل مع الثوم مع الفلفل الرومي والفلفل الحامي، لمسة الكمون ولمسة الكزبرة الناشفة مع الملح والفلفل، ولمسة الشطة أو قرن الشطة الأخضر. وزي ما انتم شايفين لحمة الراس اتغسلت كويس جدا جدا بالملح وبالخل، واتسلقت في شوية مية باللورة، ما نضيفة باللورة مع بصلاية. وشايفين الجمال، الطماطم مع الخضرة مع لحمة الراس مع البكبكة اللي طالعة واخدة الريحة تاخد العقل. نسيب لحمة الراس، طاجن لحمة الراس بتاعنا ياخد وقته 3-4 دقايق على النار قبل ما نحطه جوه الطاجن وندخله الفرن لمدة ساعة. وتعالوا نقول وصفة الممبار السهلة. محتاجين طبعا ممبار، ومحتاجين شوية رز مصري حلوين كده حوالي كوباية، وشوية خضرة يعني ربطة بقدونس على شبت على كزبرة، ومعلقتين ثلاثة من صلصة الطماطم، وممكن نحط شوية طماطم مكعبات، ملح وفلفل، وبرضه النهاردة البطل بتاعنا الكمون والشطة والكزبرة الناشفة، وممكن رشة جوزة الطيب صغيرة، وطبعا زيت للقلي. فإحنا كل اللي بنعمله إن إحنا هنا في البولة الإزاز دي حطينا أول حاجة الرز، ونحط كمان الخضرة معاه. الخضرة بتاعتنا هي بقدونس وشبت وكزبرة، بحط فص ثوم صغير كده مفروم كمان. ده بقى سر من الأسرار يا جماعة، معلقة من الفلفل الرومي المفروم الأحمر، ده بيدي لون جد حلو جدا 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 للخلطة بتاعة الممبار، مع شوية فلفل أسود حلوين ولمسة شطة صغيرة تخلي الموضوع كده متحبش وطعمه حلو، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ورشة كمون حلوة، ومعلقة ملح. يا سلام، وادي شوية البصل المفرومين، وكله ني في ني مع الصلصة بتاعتنا. وبصوا بقى بإيدينا بإيدينا بعد كده ناخد الخلطة الحلوة دي ونبدأ نقلب. بس الخلطة دي محتاجة ايه بقى يا جماعة؟ محتاجة معلقتين ثلاثة من الزيت. كويس، ممكن تحطوا زيت، وممكن تحطوا معلقة زبدة معلقة سمنة، بس هو المفروض بالزيت، هتلاقوه بقى نور وبقى بيلمع وشكله حلو جدا. ادي الزيت اهو،
كده ونحط معلقتين ثلاثة من الزيت وندي تقليبة حلوة ونقول التتبيلة بتاعته من تاني. معلقة من الفلفل الأحمر المفروم مع ربطة من البقدونس على الشبت على الكزبرة وشوية من الملح والفلفل والكمون والكزبرة الناشفة، وحطينا صلصة الطماطم. وتعالوا أوريكم بقى إحنا بنعمل إيه. نجيب من هنا، ممكن يبقى تحت أهو، لقينا أدي واحد مقص من المقصات. ومهم إن إحنا يكون عندنا كمان آدي كده أهو، ونبدأ بصوا القمع الصغير ده، نبدأ نحط القمع الصغير ده جوه كده. استنى نقلع الجوانتي ده عشان كله زيت، ونلبس واحد تاني نضيف. مهم جدا جدا الخلطة بتاعة الممبار زي ما احنا ما قلنا كله على البارد. وتعالوا بقى ايه اهي، ناخد واحدة كده ماشي، نجيب دي كده زي ما انتوا شايفين اهو بايدينا الاتنين ومش محتاجين من الخلطة. ودقيقة واحدة نجيب كمان جوانتي. انتوا عارفين بقى الممبار والخلطة بتاعته محتاجة نعمل كل ده بعناية. يبقى خلطة الممبار زي ما احنا ما قلنا اهو بايدينا بصباعنا الاتنين كده، ونبدأ نحشي الحشوة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين بمنتهى السهولة. نقلب قطعة الممبار بالشكل ده كده اهو، وناخد مجرد ان احنا حشينا الممبار كده نبططها تبطيطة صغيرة زي ما انتوا شايفين، مش محتاجين تحشوا اكتر من كده، مجرد ان هي اتبططت بالشكل الحلو ده. تعالوا بالمقص وقصوا كده، ومجرد ان هي واحدة بس كده تتبطط بالشكل الجميل ده، تاخدوها وتحطوها في المية اللي بتغلي اللي هنتبلها مع لمسة ملح ولمسة فلفل وسنة من البصل المبشور. وهنا الزيت معانا سخن، وناخد حبات الممبار بعد ما تتسلق. بصوا هنا في المية قطعة الممبار ابتدت تلم في المية السخنة مباشرة، مجرد ان المية بتغلي اهي حتة الممبار ابتدت تلم. ممكن تعملوا منه القطع الصغيرة زي ما انتوا عايزين، وناخد حتة الممبار نحطها جوه الزيت. مهم ان الزيت يكون سخن زي ما انتوا شايفين كده، وحتت الممبار دي بقى ايه بعد ما بتطلع تسيبوها تبرد تماما، وتحطوا الممبار جوه الزيت زي ما انتوا شايفين وتسيبوه يستوي. تعالوا بقى للمرحلة الامتع. يبقى احنا كده الممبار خلاص في الزيت بيتحمر، وادي الطاجن بتاعنا بتاع لحمة الراس. نجيب البرام بتاعنا او البايركس او الفخارة بتاعتنا، وناخد الخلطة الحلوة دي ونروح هنا وافكركم بيها. البصل اتشوح مع الثوم والملح والفلفل والكمون، وحطينا لحمه الراس مع شويه من المرقه والطماطم والفلفل الحامي، وخدنا الخليط الحلو ده كده زي ما انتم شايفين، وحطينا معاه شويه شطه وقرنين فلفل رومي على اخضر. وحته لحمه الراس دي لازم تدخل الفرن وتقعد لها ساعه في الفرن، ساعة في الفرن بالخلطة بتاعتها بالطماطم بلمسة الخضرة بتاعتها تدي ريحة حلوة جدا جدا جدا. هندخلها الفرن ونقلب الممبار ونطلع فاصل ونرجع نشوف الروائح الحلوة دي هتاخدنا على فين. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنعمل الممبار وبنعمل كمان طاجن لحمه الراس. والممبار هنا زي ما انتم شايفين في الزيت ابتدى ياخد لون ذهبي حلو ويقرمش. وافكركم بالخلطه بتاعته اللي هي عباره عن شوحنا حطينا فرمنا بصلايه مع كوبايه رز، وعلى البارد غسلنا ربطه من الخضره بصل، ربطه خضره بقدونس وكزبره وشبت مع البصل ومع الرز، وحطينا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه ومعلقتين ثلاثه من الصلصه، وقلبنا الخليط الحلو اللي انتوا شفتوه دوت. وبعدين حشينا حبات الممبار وقطعناها بالمقص قطع صغيره واتسلقت، وبعد ما اتسلقت وتاكدنا ان الرز استوى 100% طلعناهم وحطيناهم يبردوا على جنب، وزي ما انتوا شايفين الشكل واللون عامل ازاي. وبعدين طاجن كمان
لحمة الراس الحلو، شوحنا البصل مع الثوم مع الفلفل الأخضر، والتوابل كانت مهمة جدا جدا في وصفتنا قبل ما نحط لحمة الراس مسلوقة. التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون، وزي ما انتم شايفين الكزبرة الناشفة مع لمسة من الخضرة والثوم والبصل بقى والطماطم والحركات الحلوة. وهناخد الكلام ده وندخلهم الفرن بعد ما نطلع شوية الممبار الحلوين دول هنا كده. ونروح لبطل حلقتنا النهاردة، هو كحك العيد. كحك العيد يا جماعة مقاديره سهلة جدا، وما تخافيش هيطلع معاكي حلو جدا لو مشيتي بالمقادير المظبوطة. المقادير هتنزل على الشاشة حالا ونقراها مع بعض واحدة واحدة. كحك العيد كل اللي احنا محتاجينه يا جماعة نص كيلو من الدقيق مع كوباية ونص سمنة. كوباية ونص سمنة دول يا جماعة عبارة عن قد ايه سمنة؟ حوالي 300 جرام، معلقتين سمسم ونص كوباية لبن عشان نلم بيها العجينة، ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك، ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وربع معلقة صغيرة من الملح، وعندك بقى عين جمل هنفرمهم مع شوية سكر بودرة. الموضوع سهل، شوية فستق هنفرمهم مع شوية سكر بودرة، كام حتة ملبن متقطعين، شوية سكر بودرة للتزيين. موضوع الحشو ده سهل جدا وما تقلقوش منه. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا زي ما احنا شايفين هنا كده الموضوع كله على البارد. ادي السمسم، وادي الخميرة، وادي ريحة الكحك، وكمان الملح، وخدنا الخليط ده كله وادي في العجان حطيناهم مع بعض، ومعانا السمنة اهي. ونبدأ نقلب ونخلي مرحلة الحليب في الآخر. يبقى ادي الخليط بتاعنا هيبدأ يتقلب زي ما انتم شايفين. وعايز افكركم ان احنا لايف، هبدأ ادخل اخد اسئلتكم كمان شوية. عملنا كده نبدأ نحط اللبن، والموضوع كله باختصار سهل جدا جدا، مجرد ان العجينه هتبدا تتعجن كويس جدا جدا وتتلم زي ما انتم شايفين العجينه عامله ازاي. العجينه طريه وحلوه، تتلم لمه حلوه، ونيجي ناخد يكون عندنا الاشكال الحلوه بتاعه الكحك، ويكون عندنا كمان صينيه كده. وادي ناخد كوره من الكور نبدا نكورها، ونروح على شكل من الاشكال مثلا ده، ونبدا نضغط. ولو حابين نحط اي نوع حشو من الحشوات مفيش اي مشكله كده اهو. وادي الشكل الاولاني طالع معانا شكله عامل ازاي جميل. وناخد كوره كمان ونبدا نكبسها كبسه حلوه كده. والكحك ده من ضمن مميزاته ان احنا ما بنستناش عليه انه يتخمر، على طول نكون ظابطين درجه حراره الفرن على 170، ونسيبه في الفرن متوسط بياخد بالظبط يا جماعه من 10 دقائق ل 14 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن، ومن فرن من فرن لفرن بيختلف لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل. وممكن تعمله زي ما انتم شايفين كده اهو، ممكن كمان تاخدوا كوره صغيره تكبسوها بايديكم كده، وتروحوا هنا زي ما انتم شايفين كده، ويكون عندكم القطعه الشبك دي زي ما انتم شايفين اهي الشبك دي، وتضغطوا ضغط عليها كده هتلاقوها علمت معاكم بالشكل ده. احنا جهزنا شويه كحك حلوين قبل الحلقه واوريكم شكلهم عاملين ازاي. ادي شكل الكحك الجميل، خدهم نحطهم هنا كده. ادي شكل الكحك الحلو بعد ما يطلع من فرن درجة حرارته 180، ومهم جدا جدا درجة حرارة الفرن تكون مظبوطة من 170 ل 180، وبيقعد في الفرن من 10 دقائق ل 14 دقيقة، يطلع معانا واخد الشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. ويا سلام لو في شوية سكر بقى بودرة على الوش كده، حاجة خفيفة خالص ما تكتروش من السكر يا جماعة. زي ما انتم شايفين اهو حبات الكحك طالعة، أول حاجة هتلاقوها ناعمة، تاني حاجة هتلاقوه واخد لون حلو متماسك مش متخمر بشكل ان هو معالمه وملامح الكحكاية بتختفي. زي ما انتم شايفين ملامح كل كحكاية طالعة شكلها عامل ازاي، شكلها حلو جدا. يبقى الكحك بتاعنا نص كيلو من الدقيق، وكوباية ونص من السمنة، حوالي 300 جرام من السمنة، وكل اللي بنحتاجه معلقة ريحة كحك، معلقة صغيرة من الملح، وشوية صغيرين من السمسم بيفرق جدا جدا مع الكحك.
وعجننا العجينه مع نص كوبايه من اللبن، او ممكن تزيد عن نص كوبايه شويه عشان تلم لنا العجينه زي ما وريتكم. وزي ما انتم شايفين شكل الكحك طالع شكله منور جدا جدا. تعالوا ناخد كام سؤال من اسئلتكم الحلوه قبل ما نروح نقدم طبق الممبار الجميل اللي احنا عملناه مع كمان طاجن لحمه الراس. ندخل على صفحتنا، صفحه الستات زي ما انتم شايفين كده اهو، حالا هبقى معاكم. دي صفحتنا، صفحه الستات، وناخد سؤال سؤال كده وسلامات كمان، نبعت سلامات لكل حبايبنا. ساميه لبيب بتسلم علينا، احنا كمان بنسلم عليكي يا لميه. وهدى بدوي بتسلم علينا، احنا كمان بنسلم عليكي. والعجه والبطاطس البوريه بتوع امبارح كانوا عاجبينهم، احنا بنشكركم جدا. ويا ريت لو عملتوا اي وصفه من الوصفات بتاعتنا تبعتوا لنا صور، يعني تبعتوا لنا الصور وتبعتوا لنا على اي بوست من البوستات بتاعه صفحه الستات، احنا هنشوفهم لان بنتابع كل ده بدقه. وساميه من الجزائر بتسلم علينا، احنا كمان بنسلم عليكي ونسلم على كل اهل الجزائر. واحنا موعدنا في نوره بتسال على موعدنا، احنا موعدنا بنبدا 12 الظهر ويوم الجمعه بنطلع قبل الصلاه. مقادير الكحك والبيتي فور، الكحك طبعا النهارده خلاص احنا عملناه وقلنا مقاديره، والبيتي فور الايام الجايه ان شاء الله. وامبارح كنا عاملين القراقيش وقبله اللانكشاير وقبله الغريبه، وكمان ابتدينا بالمعمول. وانا بشكركم على يعني كلامكم الحلو اللي انتم بتقوله لنا، وان شاء الله الايام اللي جايه نعمل حاجات حلوه كمان. في بسمه امل بتسلم علينا، احنا كمان بتسلم عليكي. وصفة الكريب، نقول لك وصفة الكريب دلوقتي، كل اللي بتحتاجيه نص لتر من اللبن مع كوباية دقيق ومعلقتين زيت وبيضتين فقط لا غير مع رشة فانيليا، والكلام ده بيتضرب كويس جدا جدا. ومهم ان انت يبقى عندك طاسة تيفال مدهونة بمنديل زيت خفيف جدا، وبتاخدي بالكبشة وتعملي طبقة رقيقة جدا على نار متوسطة، هتلاقيها استوت تاخديها كده تحاولي من الحرف تقلبيها بالراحة بدون أي شكل احترافي، الموضوع بسيط، هتلاقيها استوت معاكي وتقدر تستخدميها في الحلو أو في الحادي. أنا بسلم عليكم كلكم وهتابع أسئلتكم وهتابع سلاماتكم بعد الفقرة. وتعالوا ندخل على الفرن ووريكم شكل الطاجن بعد ما طلع بقى شكله عامل إزاي. آدي طاجن لحمة الراس بالصلصة وبالطماطم زي ما انتم شايفين شكله، شكله يفتح النفس جدا جدا جدا. ناخد الطاجن بتاعنا ده ونروح بيه على هنا، ونبدأ نقدم بقى البصل بتاعنا كمان اللي هو طبق الممبار الحلو. مهم جدا بقى ان انتوا بعد ما قطعتوا شوية الخضرة الحلوين دول ترشوا عليهم رشة ملح صغيرة كده، ورشة كزبرة بكمون بشطة، بتفرق جدا جدا رشة التوابل دي على الخضرة وكمان على الممبار. ونبدأ نرص حبات الممبار كده الجميلة اللي طالعة منورة في طبق التقديم. ووصفته من أسهل ما يمكن، ما بتحتاجوش إن انتوا تعملوا أي نوع من أنواع التسبيكات للممبار. توابله المهمة جدا الملح والفلفل الأسود والكمون وشوية الكزبرة الناشفة الحلوين، مهم قوي لمسة صغيرة جدا جدا من الشطة. وناخد هنا كمان شوية حلوين، نبدأ نحط الطبق بتاعنا ده. طبق ده بقى ده على السفرة ده هتلاقوه بيخلص بعد 3 ثواني بالظبط، 3 ثواني هتلاقوا الطبق ده أول حاجة بتخلص على السفرة. ممكن يبقى متعب بس مبهج الحقيقة. شوية من التتبيلة الحلوة، وناخد الطبق الحلو ده ونقدمه هنا جنب إخواته. يبقى عملنا النهاردة طبق الممبار، وعملنا كمان طاجن لحمة الراس بالصلصة، والحلو الأخير كان كحك العيد. وكل سنة وانتم طيبين، ويوم جميل بيكم، واشوفكم بكرة على خير، وكل سنة وانتم طيبين.